الموسم السابع بقالة المدارس ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وهفكركم النتيجة. الطائف الإسماعيلية 30، صحارة 5. وصحارة حصل عندنا تغييرين، شهد عبد الرحمن نزلت مكان ناتالي أمير، وجون سامي نزل مكان مارك ميلاد. ازيك يا جون؟ الحمد لله. جون عايز تبقى مهندس ميكانيكا، اشمعنى ميكانيكا؟ انا شفت كل فروع هندسه في كذا مره، اروح جامعات اشوف، لما كنت بحضر او اشوف الفكره العامه في ميكانيكا كنت بحس ان هو ده اللي انا عايز اشوف نفسي فيه كمان كذا سنه. مهتم باني مجال في الميكانيكا؟ انا لحد دلوقتي ما قررتش، بس الفكره عامه بشكل عام شداني. تمام، بالتوفيق يا جون. شكرا. وشهد عبد الرحمن، ازيك يا شهد؟ تمام الحمد لله. ماتش صعب يعني؟ شويه شويه، حسب المسؤوليه. عايزه تبقي مهندسه انت كمان؟ مظبوط. هتتخصصي في ايه؟ انا كنت من صغيرة بحب اشوف الكمبيوترز، احب افكك الحاجات، اعرف ايه اللي جواها وكده. هاردوير يعني؟ مظبوط. بالتوفيق يا شهد. مرسي. وحصل عندنا تغيير واحد في مدرسه الطائف، سيف السيد نزل مكان احمد جمعه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا مش عارف ايه موضوع الطائف والدكاتره ومخ واعصاب، وعندنا حاجات كتير جدا، افتحوا مع بعض مستشفى بقى. شوف الموضوع ان شاء الله. اشمعنى مخ والاعصاب؟ حاجه مش سهله، قلت ليه مش مهندس؟ حاجه صعبه جدا، ربنا يوفقك يا رب. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه 4 اجزاء: معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. فرح احمد وجون سامي اتفضلوا. جون وفرح، فرح وجون. اول سؤال في المعلومات العامه، وهنشوف مين اللي هياخد العشر نقط دول. روح رياضيه، معلومات عامه، والسؤال هو: ما هي اول دوله تظهر بها خدمه الخط الساخن للازمات؟ الولايات المتحده الامريكيه. امريكا. اجابه خاطئه. فرح عندك اجابه؟ خمن يعني. اجابتك روسيا. روسيا اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه المملكه المتحده. اتفضلوا. السؤال الثاني في الرياضه، محمد حسام وفرح حسن. فرح حسن ومحمد حسام. روح رياضيه، وهنشوف مين. اولا انا عايز اعرف منزلينك في الرياضه ليه؟ يعني هم ضحكوا عليك ولا ايه؟ لا انا بحب الرياضه. تحب الرياضه فعلا؟ محظوظ. رياضه، والسؤال هو: كم عدد الفرق التي تشارك في بطوله كاس العالم للانديه لكره القدم حتى عام 2018؟ سؤال مش سهل لعلمك. اجابتك 7. 7 اجابه صحيحه. فعلا 7. برافو عليك يا حسام، 10 نقط تستحقهم. برافو عليك. 40 الطائف، 5 صحاره. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، روح رياضيه، تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي جيل من أجيال الاتصالات اللاسلكية ظهرت لأول مرة خدمة الجي بي آر إس؟ زي 2G و3G و4G، أني واحد فيهم؟ 3G. 3G إجابة خاطئة. سيف عندك إجابة؟ 2G. 2G إجابة إيه؟ إن شاء الله صحيحة. إجابة صحيحة. 2G الجيل الثاني الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 50 الطائف، 5 صحارة. عاش. دلوقتي عندنا آخر سؤال، واحد لواحد، وأنتوا الحقيقة محتاجين 10 نقط دول. صح؟ صح. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 90 في 8 زائد 80 في 9 يساوي كام؟
1440. 1440 استعجلت يا رفيق ولا ما استعجلش؟ لا زبطها. زبطها؟ برافو عليه. إجابة صحيحة. برافو رفيق، 1440 الإجابة الصحيحة. 10 نقط. وكده النتيجة 15 سحارة 50 طقس. الاستوديو مولع، ده كأننا مباراة في النهائي يعني، دول 10 نقط مش أكتر. دلوقتي أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية بأربعين نقطة. وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي اللغة الرسمية لدولة بوليفيا؟ ما هي اللغة الرسمية لدولة بوليفيا؟ فرح إجابتك. أسباني. إجابة صحيحة. اللغة الأسبانية هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا فرح. وبكده نتيجة 25 سحارة 50 الطائف. ودلوقتي السؤال الثاني في الرياضة، والسؤال هو: ما هي جنسية اللاعب فاكوندو بيريز الملقب بإمبراطور البولو ومن أمريكا الجنوبية؟ سهلتها لكم. محمد إجابتك. الأرجنتين. أرجنتين. إجابة صحيحة. جواب عليك يا حسام. فعلا فعلا فاكوندو بيريز أرجنتيني. وبكده النتيجة 60 الطائف 25 سحارة. ودلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: الشعار هو الأحد أشهر برامج تشغيل الوسائط المتعددة، فما اسم البرنامج؟ رفيق. VLC Player. VLC Player. إجابة صحيحة. VLC Player هي الإجابة الصحيحة. 10 نقط لرفيق. وكان النتيجة 35 سحارة 60 الطائف. ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: أوجد قيمة أكس في الصورة. عشرة. عشرة. إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالا. فرح. 70. إجابة صحيحة. برافو عليك يا فرح. أيوة 70. برافو عليك فرح. خطفت العشر نقط. وبكل النتيجة 45 سحارة 60 طائف. تشجيع مثالي في الاستوديو. مباراة نهائي مش مباراة دور ال 32 ابدا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 210 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.